فقرتنا الثانية رح نبقى مع السوريين وأنشطتهم خاصة في بلاد الاغتراب، وحيكون معنا ضيف جدا مميز الأستاذ رشاد سلهب رئيس الجالية السورية في جنوب روسيا الاتحادية. صباح الخير. صباح النور يا علاء. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب. يعني الجالية السورية رافعة راسنا وين ما كانت بأي مكان بالعالم، وأكيد أنشطتكم كانت دعما للوطن وحتى يعني الإبداعات الأكاديمية العلمية واضحة. يعني خلينا أولا بداية نتعرف على الجالية السورية بجنوب روسيا الاتحادية. تمام. هلا هي الجالية بجنوب روسيا الاتحادية موجودة من أيام الاتحاد السوفيتي. تمام. وأسست تقريبا بالتسعينات. تمام. حاليا الجالية عددها كبير بجنوب روسيا. طبعا وقت اللي أنا عم بحكي عن جنوب روسيا عم بحكي على مساحة جغرافية كبيرة. كتير. فعدد الجالية تقريبا هناك بتجاوز 5000 شخص، فيعني فينا نعتبر حتى أكثر، يعني فينا نعتبر إنه هاي عدد كبير كتير. صحيح. بالنسبة لجالية سورية موجودة بالجنوب. نعم. خلينا نتعرف على أهم هي الأنشطة اللي عم بتقوم فيها، خاصة إنه اليوم يمكن العين أكثر على المغتربين برا وشو بيقدروا يقدموا من أنشطة، ويمكن يوصلوا صورة السوري الحقيقي اللي عم يحاول كتير من البلدان نشوه هاي الصورة. تمام. على جالك عندها كتير فعاليات، منها فعاليات ثقافية، في يعني عملنا أكثر من شيء نعرف فيه على ثقافة بلدنا وتاريخنا. فيني أذكر بعض يعني الفعاليات اللي عملناها، وفي كان مؤتمر خلينا نقول هو ثقافي، ويعني مؤتمر سميناه سوريا وطني الأم. كان هو عبارة عن معرض صوري ومعرض عن يعني الشغلات السورية، وكمان عن المطبخ سوري. عن المطبخ السوري كان موجود. حل. كذلك الأمر يعني بعد ما تعرفوا خلينا نقول الجاليات والعايشين بجنوب روسيا روس تعرفوا على هاي الثقافات، دخلنا يعني عملنا محاضرة كاملة عن تاريخ سوريا اللي امتد ل 7000 سنة. طبعا كان كل فقرة تنعمل يعني يكون فيها يعني مثلا حكينا عن الفينيقيين، حكينا عن أول نوتة موسيقية فعزفناها، عزفوها شباب سوريين. يعني فرجيناهم الفلكلور السوري، حكينا لهم عن تاريخ سوريا، وحكينا بطبيعة الحال عن الأزمة الحالية اللي كانت بالبلد، وفهمنا شو عم بيصير تماما بالبلد يعني. وهلا أكيد الأنشطة كانت في زمن الكورونا خفت، ولكن كنا دائما مساعدين لأبناء جاليتنا، خاصة من الطلبة اللي كانوا يعني وضع صعب كان على الجميع مثل ما بتعرفوا. فيعني عملنا مثل مساعدات للسوريين اللي كانت تتوزع بشكل دوري. نعم. على أبناء الجالية بجنوب روسيا. يعني دائما السوريين وين ما كانوا بيكونوا إيد واحدة بيساعدوا بعضهم بأي أكيد. مكان كانوا مغتربين فيه. أكيد. أنت قبل التخرج كنت بالاتحاد الوطني لطلبة سوريا، كمان بهي المجموعة اللي كلها كمان فيها روح الجماعة والتشاركية، خبرنا كمان عنها، وهل يعني لما طلعت على جنوب روسيا حسيت أنه نفس الروح فيها، أنه نفس روح الاتحاد موجودة، جمعتوا حالكم كطلاب حتى لو متخرجين، جمعتوا حالكم لكبعثات متخرجين، عملتوا أنشطة معينة؟ هلا بطبيعة الحال دور الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يختلف نوعا ما، خلينا نقول بشيء بسيط، عن الموجودين بسوريا، لأنه الطالب اللي بيوصل على روسيا جديد فهو عنده مشكلة التأقلم مع الوطن. تعلم اللغة. اتحاد الطلبة الوطني لطلبة سوريا صراحة هو ساعد كثير في البداية، ساعدني أنا، وبعدين أنا كنت واحد منهم اللي حتى ساعد هلا على النشاطات. الاتحاد الوطني لطلبة سوريا نشاطات كبيرة وكثيرة على مستوى روسيا كامل، وبصراحة يعني شبابنا نشيطين وبيرفعوا الراس هلا، يعني هذا الشيء أنتم كل العالم لامسته وشايفته صراحة. فكان في كثير نشاطات بطبيعة الحال، ولحد الآن نشاطات يعني مستمرة للطلبة السوريين، يعني ما شاء الله عليهم. هلا أنشطة كثيرة ولجان كثيرة، ومن ضمنها اللجنة المركزية لرابطة الطلبة الأجانب أيضا كان لها أنشطة كثيرة كبيرة، خلينا نعرف عنها بالتفصيل وشو هي أهم الأنشطة اللي قامت فيها. تمام. هلا هي رابطة الطلبة الأجانب أسست عام 96، يعني من الطلاب الأجانب هن نفسهم عملوا على تأسيسها،
وانا كان لي الشرف اني 10 سنين موجود انا باللجنه المركزيه للطلبه الاجانب ونائب رئيس رابطه الطلبه الاجانب بروسيا الاتحاديه. طبعا انشطه رابطه الطلبه الاجانب انشطه كبيره كثير واسعه كثير، هي مدعومه من الحكومه الروسيه وهي بتساهم بحل مشاكل الطلب الاجانب الموجودين في روسيا والدارسين بروسيا. بتعرفي الطالب بيتعرض كثير، خاصه انه عدد الطلاب الاجانب في روسيا عدد كبير كثير، فكثير بيتعرضوا هن لمشاكل. فكان بنفس الوقت هي يعني تساعد على التاقلم، في مؤتمرات كثير دائما، في عندنا خلينا نقول كنا نحاول نعمل مؤتمرات باكثر من مدينه ونحاول نلم الطلب الاجانب من كل انحاء روسيا. يعني وقت اللي عم نحكي نحن من كل انحاء روسيا عم نحكي على 6 أوقات زمنيه حتى، يعني في مسافات كبيره تمام. وفي مشاكل بتختلف من اقليم لاقليم ومن مدينه لمدينه. فالحمد لله يعني على مدار العشر سنين اللي اشتغلنا انجزنا انجازات كثيره للطلبه السوريين والاجانب. وهلا يعني اخر انجاز بروسيا كان الطالب ياخذ الفيزا لمده سنه، حاليا الطالب الاجنبي اللي بيجي على او الطالب السوري اللي بيجي على روسيا راح ياخذ فيزته على مده دراسته، يعني وصل خمس سنين راح يدرس راح ياخذ الفيزا 5 سنين من دون ما يتعذب بهي الاجراءات اللي هي دائما تمديد الفيزا وهي الامور. نعم، هي حل احد العقبات خلينا نقول بطريق الطلاب السوريين اللي راحوا بعثات ليكملوا دراستهم. خبرنا في عقبات ثانيه عم تحاولوا تسمعوا مشاكل، عم تحاولوا تتوجدوا حلول انتم كمغتربين، يعني في قصه التاقلم، تعلم اللغة مثل ما قلت، الفيزا انحلت مثلا، في أكثر من يعني، والسوري بس يشوف سوري طبيعة الحال تمام. الأكيد المشاكل هي دورية ويومية، وأكيد كل يوم الطالب بيتعرض لمشاكل جديدة يعني. والطالب السوري أكيد بيتعرض لمشاكل بالبداية، موضوع التأقلم وموضوع قوانين جديدة، يعني بلد جديد وقوانين جديدة، فبطبيعة الحال أنه عم يتعرض يوميا. هلا لا انسكرك تفاصيل ماني يعني مانا ببالي، ولكن اكيد في كثير امور عم يتعرض لها، ونحن دائما عم نكون جنبه عم نساعده. وحتى اتحاد طلب الوطني طلبة سوريا نحن عاملين موقع على الفيسبوك مشتركين فيه كل الطلاب السوريين، فدائما بننزل اي شيء اي مشكله ممكن نتعرض لها او اي شكوى او اي شيء بتنزل، منشان تكون هي تعميم لكل الطلاب السوريين اللي عايشين في بتضلوا على تواصل معهم. تماما تماما تماما. يعني استاذ رشاد عم نحكي عن كمان 10 سنين حرب على بلدنا سوريا، اليوم دور الطلاب الاجانب الطلاب السوريين في دول الخارجيه سواء روسيا الصديقه او غيرها من الدول عم بيكون يمكن مسؤوليه كثير كبيره ومهمه صعبه. خبرنا اليوم شو هي اهم الاهداف يلي حطوها قدام عيونهم الطلاب السوريين في بلاد الخارج؟ طبعا بزمن الحرب نحن كان هدفنا الاول والاخير انه يعني نعطي صوره واضحه للعالم شو عم يصير ببلدنا، لانه مثل ما بتعرف حضرتكم انه في كثير اخبار كانت تجي عن سوريا كانت مغلوطه غير صحيحه. فنحن عملنا جهدنا بكثير على مدار 6 سنين بكثير من المؤتمرات، وكثير حتى خلينا نقول انه المؤتمرات ممكن تعطي جزء بسيط، اكثر الاكثر هو الحديث مع الشعب مع العالم مع الطلاب اللي من غير دول عم تدرس معك، انت عم تبين لها شو عم بيصير بوطنك. فبطبيعه الحال نحن كسوريين اهم شيء هو بالنسبه لانه وطننا الام نعطي الصوره عنه صحيحه، يعني الحب الوطن وكيف قد حسيتوا في صوره وافكار مغلوطه. طبعا يعني هن دائما مثل ما بتعرفوا ان الهجمه الاعلاميه اللي تعرضنا لها غير طبيعيه كانت، فنحن كنا نحاول نساهم كطلاب قدر الامكان بالمحيط تبعنا انه نعطي الصوره الصحيحه عن بلدنا. نعم. بطبيعه الحال يعني كان في من ايام يوم المشاركه بالاستحقاق الرئاسي وشفنا يعني وصلونا الفيديوهات من كافه المغتربين بكافه انحاء العالم السوريين، انتم كيف كان هذا اليوم شعوركم؟ كان يعني كان عم يوصلنا فيديوهات فرح انه نحن عم نشارك دعما للوطن ودعما لاستقلال وسياده الراي السوريين، فكمان خبرنا عن هذا اليوم. طبعا يعني هذا اليوم هو يوم عظيم، حتى كان بالمغترب هو يوم عظيم تماما، لانه نسبه المشاركه كانت فيه يعني صراحه كبيره كثير. اللي نحن عايشين اقرب صندوق اقتراع علينا هو موسكو، يعني المسافه تبعدنا 1600 كيلو، حتى في مدن بجنوب روسيا بتبعد 2000 كيلو عن اقرب. العدد المشاركه يعني. عدد المشاركه من جنوب روسيا كان جدا كبير، وحتى نظمنا حالنا وطلعنا بشكل منظم بالطيران
وانا كنت معكم على الاخباريه بمباشر يعني طالع، ووصلنا اخترعنا يعني قطعنا 1600 كيلو اخترعنا ورجعنا بس لحتى نمارس حقنا الانتخابي. وبصراحه كان الاعداد كثير كبيره، انت اليوم عم تحكي عن 1600 كيلو شخص عم يقطعها على حسابه الشخصي بهالزمن الصعب، فهذا شيء بالنسبه لي يعني انا بعتقد انه هو شيء كبير كثير وعظيم جدا. اكيد رشاد، اليوم مثل ما عم نقول اعداد كبيره كثير للطلاب السوريين، اذا بدنا نخصص بروسيا مطرح ما حضرتك موجود، قد ايه بتشوف في امال حقيقيه لهدول الطلاب انه يمكن يرجعوا يستفيدوا من هي المنحه او هي البعثه ودراستهم واغترابهم ويرجعوا ليساهموا باعاده الاعمار اليوم، لانه نحن بامس الحاجه لهم اليوم؟ تمام، نحن وقت اللي عم نحكي عن روسيا عم نحكي عن دوله عظمى، عن دوله عندها امكانيات عظيمه وكبيره كثير وعندها بكافة المجالات، يعني عندها خبرة أكيد. إن كان بالأعمار، إن كان بالمصانع، بالصناعات، نحن كثير في طلاب بيدرسوا اختصاص النفط، فبطبيعة الحال يعني أنت وقت عم تدرسي ببلد كبير وعظيم أكيد لما بيرجع لهون حيكون عندنا استفادة كبيرة، وخاصة أنه بلد صديق وبيعرف وضعنا وواقعنا، يعني هذا شيء أكيد رح يساعد ويساهم بأنه الطالب السوري لما يرجع لهون راح يكون يعني راح يساعد بلده بأحسن صورة ممكن. نعم، خلينا نحكي عنك، أنت أول ما طلعت كمان واختربت أو رحت بعثة، كيف كان الوضع؟ كيف تأقلمت؟ وكيف تعلمت من تجربتك لتساعد غيرك؟ هلا بطبيعة الحال أنا طلعت يعني أنا كان عمري صغير، طلعت عمري 18 سنة، فكان شوي الوضع صعب علي، وطلعت بفترة ما كان فيها موجود الإنترنت التواصل أو ببدايات الانترنت خلينا نقول، كان التواصل شوي صعب مع الاهل، وحياه جديده، اكل جديد، كل شيء جديد كان علينا بطبيعه الحال، ولغه صعبه، فاكيد كنا متعودين انه نحن هون نحن شوي هيك بنحب نغنج اولادنا، فكنا مغنجين شوي عند اهلنا، فكانت حياه صعبه بطبيعه الحال او بالبدايه، وانا مثل ما حكيتي حضرتك انا تعلمت من الشيء اللي صار معي او من اول فتره سنه سنتين المشاكل اللي واجهتها، وكنت حاول انه اي طالب سوري جديد يوصل ساهم وساعد بحيث انه ما يتعرض لنفس المشاكل او نفس الامور اللي تعرضت لها انا بهي السنه سنتين، سهل عليه هذا الطريق. تمام. واليوم يعني الطالب السوري اللي بيوصل على روسيا مثل ما بتعرفوا انه الانترنت صار متوفر، فكان نحن الاتصال مع الوطن شوي صعب، هلا حاليا لا الحمد لله الامور اريح يعني، والانترنت بيساعد بكثير شغلات، يعني نحن كنا نشوف صعوبه بالتنقل ضمن المدن تبعنا، لا اليوم موجود كل شيء على الانترنت، فينك تتنقل بكل سهوله، فهذا يعني هي وحده من الاسباب. هلا بنحكي عن تجربه يمكن طويله، وعم نحكي عن مراحل لحتى وتعب لحتى وصلت انت لهون مو بهالسهوله، فخلينا نحكي عن ملخص هي التجربه كنصيحه يمكن لاغلب الشباب ان كانوا الموجودين من فتره قصيره بدول الاغتراب او حتى مقبلين على هي الخطوه. يعني ممكن انصحهم هو انه يجتهدوا دائما وما يؤسوا من الحياه، وطبعا بطبيعه الحال يعني اي شخص شاب بيطلع ببداية عمره رح يواجه صعوبات، يعني أهم شيء أنه يكون الثقة بالنفس، خاصة اليوم أنه سوري هاي الحالة يمكن صعوبة عم طبعًا بتكون طبعاً طبعاً طبعاً، نحن اليوم عم نواجه صعوبات كثيرة، بس أنا اليوم لما بيكون عندي إرادة وأنا حاطط ببالي هدف أكيد أنا ممكن أوصل له، يعني أوصل له لهذا الهدف، فبعتقد السوري هو شخص إرادته عالية وناجح وقادر أنه يعمل شيء ما حد رح يعمل غيره. أكيد. نعم، بصير كمان في تبادل ثقافات بينكم وبين الأصدقاء الروس، يعني عم نحس إنه عم يحبوا يتعلموا اللغة العربية كمان، وأنتم عم يصير في هي التبادل تماماً الثقافات. تماماً. اليوم بالجامعة اللي أنا درست فيها فتحوا قسم القسم اللغة العربية مختص باللغة العربية، فاليوم بروسيا بطبيعة الحال إنه اللغة العربية صارت عم تأخذ حيز أو أهمية كبيرة بالجامعات، يعني فينا نقول أهم لغتين هني عندهم الإنجليزي والألماني. حلو. مو الفرنسي، الألماني هلا حاليا عم يصير العربي اللغة الثالثة، ومثل ما بتعرف حضركم في كتير قنوات روسية صارت اليوم ناطقة باللغة العربية. مزبوط. يعني هذا دليل اهتمام. صحيح. اكيد بالختام بتمنى اكيد ان توجه حضرتك برساله لكل الاشخاص اللي عم بيشوفوك عم بيتابعوك سواء من الاصدقاء او الزملاء الموجودين في دول الاغتراب او حتى الموجودين هون. بدي اتشكر الجميع، وبدي اتشكر من عندكم من هون سفارتنا في موسكو اللي عم تساعدنا دائما لتذليل كل الصعوبات،
وشكرا لكم على الاستضافه. شكرا لوجودك معنا، وبنتمنى كمان توصل تحياتنا لكل جاليتنا اللي عم يدرسوا وعم يرسموا مستقبلهم اكيد، وبنقول لهم بنفتخر فيكم اكيد. شكرا لوجودك معنا.